ايديك قبل ما تمشي كده، وانا بمشي ممكن حاجه تظهر مني. الفيلم بيديني كله، يعمل لي غسيل مخ. قاعه زي دي هيجي لي كام؟ والفيلم يتعمل في 10 دقائق، كل 10 دقائق 20 واحد يخش يتفرج عليه، وبعدين يكمل الشرح مع المرشد، وهو خارج فين حاجه بتاع سجنين بياخد منه الحاجه، ان هو اللي شافها في الفيلم واللي شافها هنا عايز شكل المسبح عايز الشجرة معمولة بطريقة معينة. يا فندم مصر ممكن تكسب مليارات لهذا الشكل. الفكرة اللي بقولها عمرو بيه ده بتروح تجيب برج دبي وتحطه على المكتب. فكرة بسيطة. سيادتك كرئيس قطاع لازم تبتكر، لازم تفكر وتغير من حتى من الشكل العام بتاع المكان.